اهلا بيكم في الشارع الابيض. دلوقتي بقى خلونا كده نروح نشوف موضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن حل مجلس اداره نادي الزمالك ازمه مستحقات اوسوريو وفسخ التعاقد بالتراضي. تعالوا كده نروح نشوف يعني اراء جمهورنا على السوشيال ميديا، ونبدا باحمد سمير. عليكم السلام. اكيد خطوه جيده بتبعد النادي عن الدخول في صراعات جديده من اجل التركيز فيما هو قادم دون ازمات جديده بتلاحق طبعا المجلس، ونتمنى التوفيق لنادينا فيما هو قادم والتغلب على جميع المشاكل التي تواجه نادي الزمالك. عايشه الزمالك لجماهيره العريضه. تحياتي ليكي لاسره البرنامج، بشكرك جدا. عبد الحفيظ السبعاوي، صباح الخير عليك ونهارك ابيض بخطين حمر. بيقول طبعا انه جهد مشكور من مجلس اداره نادي الزمالك مع اوسوريو رغم الظروف الماليه الصعبه للنادي. اتمنى انتهاء كل مشاكل النادي وخاصه ملف ايقاف القيد. كل التوفيق لنادي الزمالك، ان شاء الله زملكاوي لاخر العمر. محمد أحمد، إدارة شغالة في صمت برغم الصعوبات وإن شاء الله خير، ونادي الزمالك قادر على كل شيء. شابو كابتن حسين لبيب. سيد فارس، صباح الخير عليك. تم فك الارتباط بين النادي والمدير الفني بطريقة محترمة جدا بتحافظ على سمعة النادي وتمنع قضايا جديدة في الفيفا. بصراحة خطوة محترمة تحسب لمجلس الإدارة. تحياتي ليكي والفريق العمل، بشكرك جدا. أدهم، صباح الخير عليك. أنا الحقيقة شايف أن مجلس الإدارة قايم بمجهود جبار من ساعة ما تولوا المسؤولية، وشايف أن الفترة اللي جاية كلها خير على نادي الزمالك بسبب جهود المجلس. صباح الفل عليكي مرة تانية، بشكرك جداً.